السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أدوات الكروشيه والتريكو. النهاردة كالعادة حابة أفكركم باسم صفحتنا أدوات الكروشيه والتريكو. ده لينك، ده اسم القناة بتاعتنا، وده اسم الصفحة بتاعتنا، ودي المنتجات بتاعتنا كمان بتتباع من خلالنا. لطلب أي منتج بتتصلي علينا 010-23-53-60-48، ورقمنا بيبقى مكتوب على الفيديو، واسمنا بيبقى مكتوب على الفيديو. للي حابب يتواصل معانا على الفيس أو على قناة اليوتيوب يتفرج على شرح، يعني يشاهد الفيديوهات والشرح. انا كنت في فيديو قبل كده وهحط لكم الرابط بتاعه، اتكلمت عن طريقة فك وتركيب النول، التركيب وده اجزائه، دي كل اجزائه. هحاول اقربها لكم شوية. دي كل اجزائه. انا بس عشان اجزائه كتير طبعا مش هعرف اعرضها. دي اجزاء معموله في الكتالوج بتاعه، اهي ده الكتالوج بتاعه. كنت عرضت لكم شكل النول، وعرضت لكم ازاي بيتفك ويتركب لكذا شكل. ده مش نول واحد، ده مجموعه انواع اللي بتفك وتركب زي البازل. بتجمعيها زي ما انت عايزه، مربع كذا مقاس، مستطيل كذا مقاس، مدور وبيضاوي كذا مقاس، قلب بس هو مقاس واحد. بتعملي كذا انتاج بيه، ومميز ان هو غرزه ضيقة وبياخد اي خيط. النهاردة بقى هنشتغل ازاي تعملي غرز على نول التركيب، وازاي تشتغلي عليه. ده النول كده بيجيلك اجزاء زي ما انتوا شايفين، اهو قطع انا هجمعها. وبيجيلك معاه كيس فيه سنون، بتركبيها ليها طريقة عدلة، بس بتركبيها كويس بعدد السنون اللي انتي عايزاه. احنا النهاردة هنشتغل ازاي بداية ربط الخيط على النول، ونشتغل غرزة كنت شرحتها قبل كده في ملتقى، كانت بنات حضرت معايا فيه. هي غرزة القيراب، هي تحس ان هي عاملة زي سبعات تمانيات او ايه، زي شكل الضفيرة، وعجبتهم جدا. وعجبتهم برضك افكار تانية، وكنت شرحت الغرزة دي، وكنت شرحت غرزة الضفيرة. دي غرزة الضفيرة، بس هي في التصوير بس مش هتبقى باينة. وشرحت غرزة نستيتش، ودي عينة برضك لغرزة عاملة زي الشطرنج او المه. انا هحاول احط لكم صور في اول الفيديو توضح لكم شكل الغرز احلى. ماشي، هنبدأ بقى ازاي ان احنا هنشتغل. بصوا، عشان بيسألوني على أسماء الخيوط، ده خيط اسمه بون بون. هو مش عارفة، ساعات بيبقى أنا عندي خيوط قديمة، يعني بقالي فترة عندي. أنا بفضل عامة الخيوط الوسط أو التخينة. لو عندك خيط رفيع هتعمليه على فتلتين. أول حاجة هنقعد
الخيط كده، ونحطه في النور، نشد كده ونعدل، والفتلة دي هننزلها تحت كده. هنمشي بقى أول سطر من ورا، من قدام لورا، من قدام لورا، من قدام لورا، من قدام لورا، من قدام اهي لورا، من قدام لورا. كده خلصت اول سطر اللي هو سطر الاساس، بنزله تحت. بعد ما نزلنا اول سطر، سطر البداية تحت في الغرزة دي، احنا بنسيب اول سن. اوكي، يعني انا هسيب اول سن هنا اهو، وهكمل وهخرج الغرز بتاعتي، وهبدأ تاني من هنا. اوكي، هروح سايبة اول سن هنا، يعني اول سن في البداية بس. اوكي، انا سبت اول سن واشتغلت من قدام لورا، وما يبقاش الخيط بتاعي مرخي قوي ولا مشدود قوي عشان اعرف اخرج الايه الخيط بتاعي. من قدام لورا، من قدام لورا، من قدام لورا. بعد ما خلصت ممكن احط سن هنا اهو كده في الجنب، بحيث ان انا ايه اربط عليه الشغل بتاعي واثبته. سن تثبيت بس. هعمل ايه بقى؟ عندي سطر تحت وسطر فوق، بجيب اللي تحت ورا، اللي تحت اهو ورا، ورا. بصوا، هي دي الابرة عامة اللي بتيجي معايا ومع النول. بتبقى هي تحس ان هي زي السيليكون كده ناعمة. اللي مبيبقاش حبيبها وحس ان هي مرنة معي، في ابر نول تانية عندنا للي حابب يعني. ايدها ناشفة شوية من تحت لفوق، ونخرجها ورا. كده خلصت اول سطر بتاعي. هفك بقى سن التثبيت ده، واحنا اتفقنا اول سطر في الغرزة دي بنسيب اول سن من ورا، من قدام لورا. ده السطر بقى هنمشي كده على طول بقى دايما، ده الشغل اللي هيبقى ثابت معايا. نحط هنا كمان سنة تثبيت. طبعا احنا مفيش هنا حاجة، طبعا مش هنحس بفرق النزول بعد غير بعد كام سطر. خلصنا تاني سطر، طبعا هنسيب اول سن وهنشتغل على السن اللي بعده. نثبت هنا،
هأكد تاني، شايفين الفرق؟ هنا مفيش، اللي هو سطر غرزة البداية. هخرج اللي تحت ورا، اللي تحت ورا، افك هنا ونس. انا هستمر بقى كده شوية، هاشتغل فيها شوية عشان حتى تظهر ليك وهتبقى شكلها عامل ازاي. وهي المفروض ده هيبقى شكلها النهائي. دي الغرزة اللي معروفة ليكو كلها، اللي هي غرزة الإيراب. غرزة جميلة وسهلة وبتمط معاكي ومرنة. فأنا هكملها وأوريكوا شوية بعد هيبقى شكلها ايه على النول. بعد أنا كده اشتغلتلكوا هوريهالكوا اهي بعد ما اشتغلتها كام سطر ده شكلها. على فكرة أنا هنا شغالة فتلة واحدة في العينة اللي أنا كنت عاملها لكم، كنت شغالة فيها خيط مجوز، فتحسي ان هي تخينة ومتماسكة اكتر. فهي من خيط لخيط بتفرق، يعني كل خيط بتفرق معايا شكل الغرزة وسمكها. فانتي بتعملي عامة تيست، شوفي يعني زي قد التيست اللي انا عاملاه لكم ده اهو، وبتشوفي بيدي معاكي اي مساحة. يعني كذا حد يقول لي مثلا انا عايز اعمل بلوفر لطفلة مثلا 20 سنتي عرضه، هتعملي كالتالي، هتمشي مثلا ادي 10 سنون مع 10 اسطر، شوفي هيطلع لك قد ايه واحسبيها. عرفتي مثلا ادي العشر سنون طلعوا لك مثلا 5 سنتي، فانت خلاص عرفتي اضربي العشرة. دلوقتي العشرة طلعوا لك 5 سنتي مثلا. احنا بنفترض ان هي طلعت 5 سنتي، انا مش قايساهم قد ايه، فانت بالتالي هتشتغلي على 40 سن. فمن خيط لخيط بتفرق، ومن نول لنول بتفرق. يعني عايزة اقول لكم النول ده نول التركيب، نول المستطيل او المدور المسافة بينه وبين السنون اكبر، يعني السنين بمقام سن واحد بتفرق. يعني كده انا خلصت اول غرزة. اتمنى تكون شرحها سهل وبسيط بالنسبة لكم. واستنوني في فيديو جاي هكمل لكم بقية الغرز على الجزء ده. هنخليها قطعة واحدة ونشتغل عليها مجموعة غرز عشان تبين ليكو. وانا عامة شغلها في عاملة عينات منفصلة، فاحنا لما نعمل بقى قطعة المرة الحلقات سلسلة الحلقات لشرح غرز. فكده ان شاء الله انتظروني في فيديوهات جاية عن باقي غرز نول التركيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.